صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السرقات التي كنت سرقتها قبل البلوغ، وهل يجب ردها؟ وكذلك الإفطار في نهار رمضان، وهل يجب علي القضاء؟ قبل البلوغ لا يجب عليك قضاء رمضان لأنه لم يجب عليك الصيام، أما مظالم الناس وحقوق الناس إذا تمكنت من ردها يجب عليك ذلك، ولا يسامح الصغير فيها ولا المجنون ولا المعتوه، ما يسامح حقوق الناس، لا بد من ردها عليه إذا أمكن ذلك. وإذا لم تعرفهم تتصدق بهذه الأموال على نية أن الأجر لأصحابها إذا لم تتمكن من ردها عليه، وإلا هي باقية في ذمتك. ولا يسامح الصغير في تلاعب بأموال الناس وأخذها، حتى الدابة لو أكلت من أموال الناس يجب على صاحبها أن يضمن إذا فرط. نعم.